السلام عليكم، تحياتي، كنحييكم كما كتشوفوا معنا في هذه الاجواء البارده هنا من نواحي ديال مدينه وجده في اهم الشوارع. انت يا مشتاياك فصل الشتاء يدخل شحال باقي فصل الشتاء؟ سبعتاش اليوم الخوت غادي يدخل فصل الشتاء. صافي ما بقى لا لا دمي مونش لا تنشي حاجة. دابا الامور كما كنقول حنايا زيرات بهذا المعنى هذا. تعرفوا الخريف الخريف فيه بزاف تاع الفصول، مرة بارد مرة سخون، مرة الصباح البرودة في الليل السخونية، بالنهار السخونية في الليل البرودة. إذا فصل الشتاء راه جاي، الإنسان يرد بالو يلبس مزيان، يحاول أنه كما كنقولو حنايا باش ما يمرضش. ان شاء الله اروح على الكرغولي. روح بعد دخل اللي قال لك لي مدار ايه كتحفلكم ما كتلقاو ما كديروا كتدخلوا كتبقاو سير اصاحبي قبلوا شغلكم سير قبلوا الرئيس ديالكم وش قريحه نور عاد احنا مبرصدين قضية زوينة بردة سكسفة دائما من نواحي وجدة طبيعة الحال كانت وجدة الآن في عين بني مطهر شوفوا غينا شوفوا هنا كنت وجدوا في طبيعة الحال في عين بني مطهر من نواحي مدينة وجدة. الطوبيس اللي راه معدبنا اخويا امين شنو المشكل اللي راه عندكم في الطوبيس؟ شي مشكل في الطوبيس ولا شنو ولا قلنا سي امين قلنا الحباب ولا تواصل معايا الخاص اخويا امين. جديد وا محمد بالطهري واخ مبلغ اخويا مبلغ إذن شوارخ فارغة كما تشوفوا معنا إخوان أخوات. ها؟ كسكوت
ما عندوش. أجواء باردة كما قلت لكم الإخوان، كان البرد يلبس.